التسبيح لك الشكر لك الحمد لك العز لك المجد على الدوام لك الشكر لك الحمد لك العز لك المجد على الدوام ماريونت كشف قري ليسون قري ليسون قري ليسون ليلة لو أفماري كل نودي ولبري حيضو يونس قود والروح حيو قديش شابع حين قلبي ذيك دات مريم رحمانو حسطوبو وثرى حام علين. اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا بشمايو تقدس شموخ تثم الكثوخ نوصب يانوخ كنود بشمايو فبرا هبلا لحماس يقونا يومنا شبوقنا حوبين وحطوها كنودا فحنا شباق الحياة بوين لا تعلن يا رب من الشرير ومن كل ما يخالف نواميسك الإلهية واغفر خطايانا وذنوبنا واغفر عن جميع الذين أخطأوا إلينا بأي نوع كان نشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس لأن وكل أوان وعينا أبد الأبدين السلام لجميعكم أمر حدي لخ من أقضام سيبو ذد رازي ولين قديشي ولو يدث قارب تبقضم مريم رحمان رحم عليك وعادرين واستر يا رب شعبك وغنم رعيتك المنتظرة تناول جسد ابنك الوحيد ودمه وتزد بركاتك عليهم وقدس نفوسنا وأجسادنا لنادي لك الحمد والثناء وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد أنا وكل أوان وإلى أبد الأبدين أمين بارخ مار شلومو الكل خون أمر حادي لتكون
والنعمة الثالوث الأقداس الممجد الغير مخلوق الأزلي والسرمدي والمتساوي في الجوهر معكم جميعا يا إخوتي ويا أخواتي إلى الأبد. آمين برخمار دي حلثو برثيت الحور حسمر يا رحم علين وعذارا قديشي ونتخيز ولقني ثيابون بالحور أمين حاد أبو قديش أمين حاد برو قديشو أمين حاد روحو حيو قديشو أمين بارخ مور شبح لابو ونبرو والروح حي قد انشق حديث العلم علمنا هذا ابو قد شعمان غبل العلم وبحناني هذا ابو قد شعمان فرق العلم وبحاشي قريد قنومي أذروحا قد شو عمل دي ثغو مرم شمليون ادخل مرم داوت هوي نوش مد مريم برخ من عالم وذا من عالم عالمين وولانا كذا حينا وابنا يولالو هون عال مدعبا رولالو هون يحينون ويملكوت دشما يوعن فيني وعن ذاتي قبع المد لغرمو بث بالكم شبح قامت وهللويا وهللويا مالك ثمين يمين وقعي عميق بثبوت وهللويا وهللويا ونبرى رغمان كل شبرق بارخ مور شبحوا لابو لبرو ولوحوا قديشو حول أبو لبرو والروح قديشو ريح باسمو فويا بويا ترثلتو مريم يلدث الله مري ورحم علينا عذر بصلي بخمورا يشع بصلة مريم ديلتو عبر باطل منا محوث وشبط روزو باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي بهالصباح هذا المبارك احتفلنا بالقداس الإلهي وإحنا قد نتذكر واحدة من أهم الأعياد
طقسنا وبكنيستنا اللي هو طبعا عيد ارتفاع خشبة الصليب ومنتصف الصوم، وصلنا إلى نص الصوم، وأيضا نتذكر إحدى الشخصيات السريانية اللي هو الملك أبجر أوكوما. وأكيد عندما نتأمل بكل من هالأشياء اللي ذكرتوها أكو معطيات إيمانية لنا بحياتنا اليوم كمؤمنين وكمسيحيين. أول شيء نحكي على أبجر الملك. طبعا الملك أبجر هو من اللي عاصروا السيد المسيح اللي عاشوا بالقرن الأول، ويعتقد أنه هو حكم بفترة ما بين 13 إلى 50 ميلادية. كانوا ملوك رهاويين بمنطقة الرها اللي هي طبعا بجنوب تركيا، واليوم أغلب هذا الشعب السرياني اللي كان بمنطقة الرها اليوم هو المفروض كان بحلب. طبعا هسه الهجرات اللي صارت والظروف الأخيرة بسوريا والعراق بهدلت كل العالم، لكن كان أكو مركز كبير للرهاويين بمنطقة حلب بسوريا. فهذا الملك سمع عن السيد المسيح وكان عنده فد مرض معين، هو كان برص، هو كان جرب مرض معين، وكان يطلب أنه سمع عن يسوع وشون يسوع يسوي معجزات، فيبعث رسالة إلى السيد المسيح من خلال شخص من اللي كانوا معانه اسمه حنانيا. بعثوا مع وفد مع جماعة من الرها، راحوا إلى عند السيد المسيح وأعطى رسالة بيد حنانيا للسيد المسيح. طبعا هالرسالة مؤرخة وموجودة عندنا من القرن الرابع، أحد المؤرخين يوسابيوس اسمه يذكر أنه هاي الرسالة موجودة وباللغة السريانية، وأيضا كان أكو رد لألا من خلال السيد المسيح وموجود إلى اليوم نص الرسالة والرد عليها. وعن هذا الملك يقول ليسوع، يقول سمعت عن الآيات العظيمة اللي قد سويها، وسمعت أنه أكو عميان قي يبصرون وبرص قي يطهرون، وأطلب أنه تجي لعندي، وسمعت أيضا أنه اليهود قي يضطهدوك قي يتعبوك، فقال له تعال عندي إلى مملكتي وكون معي وخلينا نحكم هالمنطقة هاي مع بعض، وأيضا شافيني من المرض اللي عندي. فربنا يسوع يجاوبه ويقول له أنه أكيد يشكره على محبته، ويقول له أنه اليوم أنا عندي رسالة هي بمنطقة فلسطين، ولكن بعد ما أصعد إلى السماء رح يكون أكو رسالة من خلال تتكمل الرسالة من خلال تلاميذي والرسل اللي كانوا معاهم اللي رح يجون ويبشرون كل المناطق. وفعلا بحسب التقليد راح مر أداي إلى منطقة أبجر الملك وشافانه من مرضه. طبعا أكو شيء حلو بالتقليد الكنسي مالتنا أنه طلب أنه يشوف صورة يسوع أو يرسبوا له صورة يسوع، وطلب هذا الشيء من حنانيا. وأكيد ربنا هو يعلم بكل شيء، فبعلم المسبق عرف أنه أبجر قيريد صورته. فالتقليد يقول أنه يسوع كان قيغسل وجهه، أخذ منديل ومسح بينه، وانطبعت صورة وجه المسيح على هذا المنديل. طبعا إلى اليوم المنديل موجود بإيطاليا، ومو هي شرط أن يكون هي صورة يسوع 100%، ولكن هي بركة موجودة، وحسب ما أعرف أنه هو بمنطقة جنوة بإيطاليا. وأكو صورة كثير حلوة لسيدنا ربنا يرجعه بالسلام سيدنا يوحنا إبراهيم، لأنه كان مطران حلب اللي هم أغلب الرهاوين عنده، وكان هو درس بإيطاليا فعنده علاقات مع الكنيسة هونك، فكان راح بمرحلة من بفترة من الفترات وكان معانه سيدنا المثلث الرحمات سيدنا زكا عواز، وشافوا النسخة الأصلية من المنديل وأعطونه نسخة عن هاي النسخة الأصلية كانت محفوظة، أعتقد إلى اليوم هي موجودة بحلب. أكيد عندما نتذكر أبجر الملك نعرف شون أكو ناس كثيرين كانوا يسمعون عن يسوع وعن آيات يسوع وكانوا يآمنون يطلبون أن يكون يسوع بصلواته وبعمله الخلاصي معهم وبحياتهم. وبنفس الوقت اليوم احنا نتذكر ارتفاع خشبة الصليب، وأكيد مثل ما سمعنا بالنص المقدس اليوم بحسب إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث بالحديث ما بين يسوع ونيقوديموس، حكى له أنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. طبعا شو وقت رفع موسى الحية بالبرية؟ إما
سفر بالعهد القديم، الخروج، العدد، صح شماسة، بسفر العدد. سفر العدد يحكي أنه شون الشعب الإسرائيلي كان يتذمر كثير على ربنا، فربنا سمح أن تقع ويلات بهذا الشعب حتى شوي رجعوا إلى صوابه. فجت حيات وعضت الشعب وبلش ناس منهم تموت، فقام الناس يستنجدون بموسى. موسى صلى لربنا، كانوا كن تعبون الشعب، بس هم من صلى لربنا وقالوا يا رب يعني رحمتك تكون معاهم. فربنا قال لموسى، قال له عمل حية من نحاس وعلقها على خشبة، والكل من ينظر إلى هذه الحية، طبعا عندما نقول كل من ينظر يعني كل من يؤمن بعين الإيمان راح ينظر له، راح يشافى من مرضه. وفعلا هذا الشيء صار، وكثيرين شافوا من لسعات الحياة. ولكن هاي الحية كان بها فد رمز، وهذا رمز كان عن ما راح يصير بعدين من خلال ما يعلق يسوع، وراح يكون هو رمز الخلاص وشفاء للناس من كل أمراضهم. احنا بكل هاي الألحاد اللي قنعيشة قنتذكر آيات عظيمة، قنتذكر آيات عن شفاء، مثلا شفاء ابنة الكنعانية، شفاء المخلع. وبكل أسبوع احنا بالأحد اللي قنشوفها بالصوم أكفت رسالة مهمة لألنا. آخر أسبوعين كانوا هما رسائل مهمة عن الشفاعة، واليوم احنا كثير ناس نشوف يقولوا لنا شنو الشفاعة وليش شفاعة وليش تروع على القديس، هو على يسوع رأسا، يسوع يخلصك، ماكو داعي يغوى على شيخ متي وعلى بطرس بولس وعلى العذراء وإلى آخره. وطبعا هذا الكلام هو عن جهل لهذا الإنسان، لأنه دور الشفاعة نشوفه وتبين أهميته بآخر أحدين احنا عشناهم من الصوم المقدس. الأحد الفات كان شفاء ابنة الكنعانية، وعندما نشوف ابنة الكنعانية أنه ما كان أكو أي محادثة ما بينه وما بين يسوع، ما كان أكو، ما حد أصلا يعرف من هي ابنة الكنعانية، ولكن نعرف أنه الكنعانية أما جد بإيمان عند يسوع، وربنا يسوع يشافي بسبب إيمان الأم. وبنفس الوقت عندما نرجع أحد الله قبله نتذكر شفاء المخلع، المخلع اللي جو وما نعرف من هو المخلع ولا قدر أن يحكي كلمة مع يسوع، ولكن الأربع أشخاص اللي كانوا مع المخلع يقول عندما الكتاب المقدس يقول عندما رأى إيمانهم شفى هذا المخلع. فهنا نشوف إيش قد أكو قوة بالصلاة لأجل الآخر، وإيش قد أكو قوة عظيمة بالشفاعة. لأن أنا اليوم عندما أتذكر أنه الكنعانية وإن كان هي آمنت ويسوع مدحها، إيمانه شافه بنته. زين اليوم أنا عندما أحكي على أمنا العذراء مريم، من وصل مكانة أمنا العذراء مريم؟ لا أحد. زين أنا اليوم عندما أتشفع بالعذراء مريم أطلب أن تكون صلواته عند ابنه عند يسوع المسيح، اللي هي أعظم من صلاة الأربعة اللي جابوا صديقهم، ومن صلوات الأم المرأة الكنعانية وإلى آخره. فشوف أنه كان أكو شفاء من خلال شفاعة ناس آخرين. وهنا نشوف إيش قد أهمية دور القديسين بحياتنا اليوم. عندما نتشفع بالقديس مارمتا اللي كرس حياته أن يكون مع الله، إيش قد هو عنده منزلة كبيرة لدى يسوع المخلص. وعندما أتذكر بطرس بولس وآخرين من القديسين عندهم دور مهم بحياتنا اليوم، ولهذا دائما كنيستنا تؤكد على موضوع شفاعة القديسين. فمو هو أنه إحنا نقلل من قيمة يسوع، أكيد يسوع هو الله، ولكن عندما نذكر هذول الشخصيات القديسين عندهم دور جدا مهم بحياتنا. اليوم إحنا بحالة شفاء تختلف، لأنه الشفاء اليوم يحكي أنه شون كل عمل الفداء تم من خلال خشبة الصليب، وكل شيء صار بالعهد القديم كان هو يرمز إلى حالة الكمال اللي راح تجي بالعهد الجديد. كان أكو أمراض معينة تشافوا من عنده بالعهد القديم، لسعات حياة كمثال، ولكن بالعهد الجديد المرض الأكبر كان هو الخطيئة اللي قيعيش الإنسان، والوحيد اللي قدر أن يخلص الإنسانية والإنسان من هذا المرض
كان هو يسوع بالارتفاع على خشبة الصليب. ولهذا بحوار يسوع مع نيقوديموس يقول له: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وأن نركز على موضوع الإيمان. يسوع جاء ليعطي الخلاص اللي كان ثمنه هو دمه، ولكن بنفس الوقت لازم احنا نآمن حتى نحصل على هذا الخلاص. ماكو شيء اسمه انه يسوع جاء خلصنا كلتنا وهذا وانتهى الموضوع. لا، يسوع جاء اعطانا الخلاص، ولكن الامر اليوم هو بيدنا. هل راح نقبل ان نكون من المخلصين؟ هل راح ننظر بعين الايمان الى خشبة الصليب؟ راح نقبل يسوع كمخلص ونقتدي بالمسيح بحياتنا؟ كلها اكيد رسائل مهمة ناخذها من انجيل اليوم وقراءة اليوم. خشبة الصليب وقوة الصليب تكون معاكم وتحميكم دائما وأبدا، آمين. أحبائي، بهذا القداس المبارك رفعت الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحومين رؤوف عسكر وزوجته رينا عباوي، ولديهم سمير وأديب عسكر وسرجون شعو، ربنا يرحمهم. وأيضا نورة الكنيسة عانية إحدى المؤمنات، ربنا يبارك حياته. اللي مستعدين للتناول رح نقف كلتنا مع بعض حتى نردد صلاة الاعتراف. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابني الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وإفسس على رجاء الكنوز الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة، قاصدا أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله ان يغفر لي بنعمته، امين. احبائي، ناخذ دقيقه نستذكر خطايانا ونطلب من ربنا الغفران والمسامحه عليها. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم للحياة الأبدية بسلطان الكهنوت الشريف الذي سلمته من آباء وآباء عن الرسل ورسل عن سيد المسيح لكم جميع خطاياكم التي اعترفتم بها ولتنسيتموها، وليقبل الرب الإله توبتكم كما قبل توبة الخاطئ ولص اليمين والعشرة إذا كنت قد شنش تبقون حوبيكون بشمو دابو دبر روح قاديشو هذا الله شريرو، آمين. حبايا السر رح نشترك كلتنا بتشمشت خدمة الصليب، نطلب أن تكون بركة الصليب معانا كلتنا، بعدين رح نسوي أيضا زياح الصليب المقدس. طيني الفرمة. تعال شو ممسي. بوخن دا قرل بعيلد بوبين مو آلي لويا وهالي لويا ومي طولش موخن دوش السونين بعيلد بوبين ولا بول برول روح قديش من عالم وذم العول من من صليب وسخ صليب وزخي صليب وسخ إلى بعيد دار وصليب ونوشور كل من دود بصليبه
قتل الشاعين وبخل عيدان سغذينا نلي لصليب حي لعشمنا على بث عيني هو يسبران هو يتخلون هو مفاصل من بشوح إلى وتئم وليلة وثر حول بول برو والروح قد شامو شب حطري فلغ اليوم دم شريث وباريس قرآن يشاب صلب نور فتحوا الشيوخ وقيم العنيد ريح مشيحه تدرشن أروح دحاي من قبر الغو فارد ريسون ريو رحم علينا عذرا هود صليب على الكتف طعني وانفق من صيون هوني عسطى لدرح عالكر ميون عنيدة تعالوا شباب سم هود ملخي ما شمشن ليل ودكروا بي ما برخين لي فاديشا حيثونه أود سروا فيهم قادشين لي نوروني مهلن لي قديشا الله هود روحوني مهدرن لي عفروني سغذن لي قديشة دوم يوتو يلد دعيتو مهيمن دو مثل كشف وامري دي سطلب مطلو تاني ذراحة معلي هود عيلو مرمر من لي قديشة الله هود مصعوي مقلس لي قديشة حيثونه هود تحتوي مزيحن لي قديشة لوم يوتا حطيبة يوتا مثل كشف وامري لسطل بطلو تانت راحة معنا موران ثرى حمالي موران حسرى حمالي
قابلت شمشة وصلا وثا وثرا هام علي شبح على قبرايا شبح لغ ملك مشيح خاي الحقار عبدال وارخمار أبونت بشمايو نثقى داش شموخ تيثة ملكو ثوق نوي صبيانو شبقيان حوبين حنان شبق لو تعلى نسيون وإلو فاصلة من بيش ومطول حيلة نزعيقوني موت صد ومشبح ابو وابرو روح حي قد شاء من علام والدردر اللي تشبحته هاليلويا قال قديس 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 مريا حيث نقر لسم بارخ مار هللويا من ماذا بحكم حس يونني حوت حسوي العبد اكبر الله الفرقان واتذ ميطون حامل حدوث الغنسان العلمي شوط ما يا الله يا من خايد لما تحزياني تبا خود خشان اتساغو دايك دم قبل مسافة وخود مخي اقير الحسان اتحابي وشبقانا دحطاهي والقلي والثافق ذا ميك موران والله هان العالمين لذا كل مراحم لنا العظيم ومخلصنا يسوع على حمل هذه الأسرار وعلى وهبها ومتناوليها وعلى كل من تعب واشترك فيها في العالمين إلى الأبد مران ترحم علينا مران حسر رحم علينا مران من رحم علينا الله وشب حبر وليولي
سبحانك سبحانك ربنا وفادينا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك. جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الذي شربناه لا يا رب يكونان لنا دينونة وانتقاما لكن غفرانا وخلاصا لجميعنا وارحمنا. قبلنا طيب ثد الوثن إثرا حمالي إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وعنا وضدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا لتنعمنا بهذه المائدة الروحانية فنادوا بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس لأنه كل أوان وإلى أبد لابدين. أمره هادي له من بصار سيبوث جوز هلين قديشة وله داتي هب تبك دام مري مرخمان ريشين أركين دامك مران والوهان. أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى فض نفوسنا واجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى نسبحك واباك وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين. قائق ونعثا واقم سدريخ بقرب واجدا وزينوح ويرخل نوش صلب نوهوك زاب برايا صلب ودق بيع غو مشريثا ودى مرواب حزوة حيلا شلها بيثا زلون بشتوى محاين حايبين كاد محاين خطيب وثحمت لي في قد اشتام زوالي بوكتا سلون حي قد اشتام محاين كان قلبي حايا من تفقى البصلي بزاكويا ربي عاب اشتام مميثة حاسي حابك جبوك سكين على كل كان من حضرت عدو وتعدو بصلا وثخون امضوا بسلام فرحين ومسورين وصلوا لأجلي go in peace and pray for me. جهلات وعندنا نحن المفتدين
حقنا وصدقنا قولا وفعلا وفكرا أخطأنا وسقطنا فاغفر لنا ما أخطأنا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولك نرفع عنا تهليلا وزانا يا إلهي إن قلبي قد فسد يا إلهي إن قلبي قد فسد بجنوب وشرور لا تعاد أعطني قلبا جليلا سيدي يمقت الدنيا ويزري بالجسد يمقت الدنيا ويزري بالجسد أعطني قلبا مليئا بالسنة لا ينال السوء قاطعا من أحد ينشر الحب نقيا صافيا سالما سالما من كل حقد وحسد أشتهي قلبا تنقى بالتقى وبروح الله بها واعتمد لا يبالي بعروش وغنى لا ولا يعشق الزهد صلاة مثلما يعشق الصوم حياة والجلد مثل هذا القلب إن أعطيتني بعدت عني الخطايا للأبد جود قد تفرد بالندى يا من بجودته لنا نال الفدا عنا بجاه صليبك أقصر ردا وامطر علينا رحمة طول المدى بصليبك الحي الخلاص تمهدا وبه السلام مع السعود تأيدا وبطبعنا الحسن القديم تجدد وغدا العدو منكسا مبددا يا راية الملكوت بل نور الهدى وبنوره ساري إلى الحق اهتدى أصل الحياة وكل فضل يحتذى وبه انجلى الغفران وافتضح العدى أن
النصر في عود الصليب تشيد ولبيعة الله الفخار تخلد يا ترى في ذاك الفداء لك يا لك إننا نحن ركوعا سجدا يا آية الرحمن في ذاك الفداء لك إننا نحن ركوعا سجدا Thank you.